سؤال 28، حتى ما نضيع وقت بقراءة السؤال راح نجي إلى الحل مباشرة حتى نختصر الوقت. منطيني هذه الصورة، هنا أنا محور X ومحور Y، قوتين مقدارهن Fn، يعني مقدار القوتين متساويين. منطيني Fn هي عبارة عن 5500 نيوتن، ومنطيني الزوايا يريد مني resultant force R. هنا أنا موجودة فكرة بالزوايا. أول شيء لو أجي على هذه الزاوية، القوة Fn تصنع زاوية مقدارها 20 ويا هذا المحور، هذا المحور اللي هو نفس هذا المحور اللي هو عمودي على هذا المحور الثاني، واللي هن يصنع زاوية مقدارها 45 ويا الاكس والواي. نشوف درجة الميلان 45 مطيني اياها هنا، بالتالي هذه قوة Fn تصنع زاوية مقدارها 20 ويا هذا المحور. Fn يصنع زاوية مقدارها 20، يعني هذه الزاوية هي 20، وهذا المحور عمودي على الثاني، والمحور الثاني يصنع زاوية 45 ويا الاكس اللي هي هذا. بالتالي مقدار الزاوية الكلية هذه هي 90، بما انه هذه 20 وهذه 45 فالزاوية هذه هي 25. اذا الزاوية بين ال Fn ومحور X هي 25. بالتالي Fn الاولى اللي هي هذه، شوف درجة الميلان نفسها، وهي محور X زاوية 25، هذه الزاوية الاولى. لو اجي القوة الثانية اللي هي هذه تصنع زاوية مقدارها 20 ويا محور Y مباشرة، اذا هذه ما بيها مشكلة، هذه الزاوية الثانية بهالشكل هذا تصنع زاوية مقدارها 20 ويا محور Y اللي هي نفسها هذه الزاوية 20، على اعتبار انه بالتبادل حرفتي هتظل الاول الثاني الثالث، فهي الزاوية 20 نفسها هذه الزاوية 20. وايضا لو الاحظ امتداد هذني القوة، يعني هذا القوة الموجودة هنا امتدادها هذا، وهذه القوة الموجودة فامتدادها هذا، فاذا هذه القوة تصنع زاوية مقدارها 20 ويا الواي، امتدادها ايضا يصنع زاوية 20 ويا الواي، يعني لانه هذا بنفس ميلان هذا اكيد، فإن هذه الزاوية هي 20 استنتجناها من هذا. نجي إلى هذه الزاوية 65، هنا عرفنا الزاوية 25، لو رسمت مثلث قائم الزاوية بهالصورة هذه، فمثلث قائم الزاوية هذه الزاوية 90، هنا 25، فبقت الزاوية الثالثة 65، هذا خط مستقيم، يعني مجموع زوايا 180، فبالتالي هذه 20 وهذه 65، بقت هذه الزاوية 95، فهنا عندي طريقتين حتى أحسب الـ R المحصلة اللي هو هذا. الطريقة الأولى التحليل باستخدام مركبات متعامدة X وY. فبالتالي R يساوي RX في الI و RY في الJ، طبعا هنا ناسي الJ. الـ RX بالبداية نجي نحلل الـ component الـ X. إذا القوة الأولى Fn sin 20، على اعتبار أنه هذه الـ Fn لو أعطيتها cos 20 انطبقت على محور Y، فأنطيها sin 20 حتى تنطبق على محور X، Fn sin 20. والثانية Fn sin 65 واللي هي نفسها cos 25، ساين 65 نفسها الكوساين 25، على اعتبار أن الزاوية متممة 65 ويا 25 يصير 90، فهذه الزاوية الثانية أقدر أقول كوساين 25 عم تنطبق على محور X، أو الزاوية المصنوعة ويا محور Y 65 فأقول ساين 65. إذا Fn ساين 65 و Fn كوساين 65. نجي إلى الاتجاهات. بالنسبة لهذه القوة الأولى اللي هي لما حللتها بالعشرين متجهة إلى اليمين وإلى الأعلى، إذا موجب بكلا المركبتين، بينما القوة الثانية متجهة إلى اليسار وإلى الأعلى، إذا إلى اليسار كومبوننت الإكس يكون سالب، فإن بس هذا كومبوننت الإكس راح يكون سالب. بالتالي الـ Fn بكل مرة قيمتها 5500، إذا ما عندي أي مجهول بالطرف الأيمن، 5500 من كل مرة أسحبها عامل مشترك بدل ما أعوضها أربع مرات، وتبقى عندي بس الزوايا ساين 20 ناقص ساين 65 بالآي كوساين 20 زائد كوساين 65 بالجي، بالتالي يطلع عندي مركبة بالآي ومركبة بالجي. إذا أريد الماجنتيود تحت الجذر كومبوننت الإكس تربيع زائد كومبوننت الواي تربيع يطلع عندي قيمة الآر. الطريقة الثانية اللي هي باستخدام قانون الكوساين. قانون الكوساين يقول مربع الوتر ويساوي مجموع مربع أيضا أي الآخرين زائد 2 في الأول في الثاني في كوساين زاوية محصورة بينهما. أو إذا أريد أن أطبقه بشكل مباشر بدل ما أقول مربع الوتر راح نقول الوتر يساوي تحت الجذر. إذا مربع الأول Fn تربيع اللي هو هذا، مربع الثاني همين Fn تربيع معناها 2 Fn تربيع زائد 2 في الأول في الثاني معناها Fn تربيع في كوساين الزاوية المحصورة بينهما. كوساين الزاوية محصورة ما بين هذه الـ Fn وهذه الـ Fn، يعني الزاوية الكبيرة هذه. طبعا ما عندي هذه الزاوية وإنما عندي الزاوية البديلة اللي هي هذه، فهذه الزاوية هي مجرد إلى أنه تساوي 180 ناقص الزاوية الثانية. الكوساين بال 180 تتبدل إشارته فصير سالب. إذا مجرد أنه القانون بدل ما كان موجب راح يصير سالب، وبدل ما استخدم الزاوية هذه
راح استخدم زاوية 95 فأقول كوساين 95. فبالتالي اف ان تربيع زائد اف ان تربيع 2 اف ان تربيع، بينما من هذا المقدار عندي همين 2 اف ان تربيع. فبالتالي 2 اف ان تربيع عامل مشترك، من هالحد يبقى 1 ومن هالحد يبقى كوساين 95. إذا 2 في 5500 تربيع في 1 ناقص كوساين 95 ويطلع عندي نفس الناتج.